في المغرب ومن أجل تحسين سلسلة اللحوم الحمراء لأغنام سلالة السرد جرى بمنطقة الشاوية إطلاق مشروع فلاحي يهم زراعة نبتة القطف أو ما يطلق عليها القطفة لاستعمالها في الكلى. روبورتاج فتح أشاب وعثمان مواضيع. حقول تمتد على مساحة تناهز 300 هكتار بجماعة ولاد فارس بالبروج بإقليم ستات، أراضي شاسعة خصصت لزراعة نبتة القطف أو ما يطلق عليها باسم القطفة، مشروع أنجز بهدف إنتاج الأعلاف لسد جزء من احتياجات الثروة الحيوانية بالمنطقة. باللي ما كانش هذه كانت الغنم جيعانة، كنا نوكلوا العلف غالي، نشريوا النخالة غالية، نشريوا الزرع غالي، دابا بلي جات القطفة عاد منفسانا مزيان. استفدت السنة الأولى حوالي 1500 راس ديال الماشية، والسنة الثانية في المرحلة الثانية استفدت 2000 راس. أراضي شبه قاحلة تحولت في ظرف سنتين إلى فضاء أخضر بفضل هذا المشروع، والذي ساهم بشكل مباشر في تقليص حجم الأعلاف وتخفيض أثمنة الكلى والرفع من منتوج جودة الحليب واللحوم الحمراء. كتمتاز هاد القطفة بقيمة الغذائية ديالها لأن غنية بالبروتينات وبالأملاح المعدنية، وهي غير مكلفة غير متطلبة للمياه السقي باستثناء في بداية الإنجاز. القطفة هذه انطلاقا من واحد العدد ديال الدراسات وواحد العدد ديال التجارب اللي قاموا بها مختلف الفاعلين، واخص بالذكر يعني المكتب الوطني للبحث الزراعي اللي قام بواحد العدد ديال التجارب اللي كتهم هاد القطفه، فلقينا بانه ادخال في السلسله الغذائيه ديال القطفه عندها واحد الفوائد كثيره على تنميه ديال سلسله اللحوم الحمراء بالنسبه للاغنام. مشروع يدخل في إطار تنمية سلسلة اللحوم الحمراء السرد، خاصة محاصيل علفية من نبتة العطف ستصل مساحتها إلى 1000 هكتار في أفق 3 سنوات المقبلة.